أصيب أكثر من 100 مواطن برصاص الاحتلال والاختناق في الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض. هذا وبلغ عدد الشهداء منذ إعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس 52 شهيدا وأكثر من 9000 جريح. حنين الحلو والتفاصيل. منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس والذي بالكاد مر عليه 4 أشهر وقوات الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد والقنص المباشر للمواطنين العزل الذين يخرجون أسبوعيا بمسيرات سلمية رفضا للإعلان المشؤوم، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 52 شهيدا وأكثر من 9000 جريح حتى اللحظة نتيجة الاستهداف المباشر لهم من قبل جنود الاحتلال واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع تلك المسيرات رغم سلميتها. بيوصلنا إصابات مختلفة، معظم هذه الإصابات بتكون إصابات في الأطراف السفلية، منها إصابات مطاطية ومنها إصابات بالعيارات النارية الحية. هناك استخدام للقوة المفرطة في كل الأصعدة، إلا أنه على ما يبدو بيحاولوا يعملوا من الشعب شعب معاق، بركزوا على الإصابات في الأطراف السفلية لخلق جيل معاق حركيا. وعلى الرغم من أن القانون الدولي وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وكفل الحق في التظاهر السلمي للمواطنين، إلا أن إسرائيل لا تعير انتباها لتلك المواثيق بل وتنتهكها ليل نهار، وهو ما ظهر جليا في استخدامها للقوة المفرطة بحق المدنيين العزل من أجل قمعهم والتنكيل بهم. ما حدث مؤخرا وخاصة في قطاع غزة حيث أدت القوة المفرطة المميتة إلى استشهاد 16 فلسطينيا مدنيا مسالما وإلى إصابة حوالي 1500، نعم إنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولحق الشعب الفلسطيني في التجمع السلمي وفي التعبير السلمي عن رأيه، وبالتالي يتوجب على الأسرة الدولية ممثلة بمجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة المبادرة لاتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة. هذا وتستمر تلك المسيرات السلمية التي تخرج أسبوعيا في كافة أرجاء الوطن على الرغم مما تتعرض له من قمع همجي واستهداف مباشر على يد قوات الاحتلال. إذن هي سياسة إسرائيلية تهدف إلى قمع المسيرات السلمية باستخدام القوة المفرطة على الرغم من أن القانون الدولي كفل للمواطنين حق التظاهر السلمي. من مدينة رام الله، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.